اهلا بكم. تصريحات كوتش بالماضي بعد نهايه المباراه. لدينا ثراء في التعداد والقائمه النهائيه اللي كان ستعرفون منافسه قويه. عمورا يمر بافضل اوقاته رفقه المنتخب الوطني وناديه. لا يوجد منتخب صغير في افريقيا وسنحط لكل منتخب في الكان بجديه. الجميع يطالب من كاس افريقيا حتى من طرف عائلتي واعيش ضغط يومي. لما جئت الى المنتخب الوطني كانت خزانه الالقاب فارغه وليس لدينا تقاليد الفوز بالألقاب. نسعى للتتويج بكان كوت ديفوار لكن الأمر صعب جدا. الآن فيما يخص لقطة سليماني وبرحمة في ركلة الجزاء، حيث ورد سليماني على منتقديه قائلا بهذا الخصوص: هناك محرس سليماني من ينفذ ضربات الجزاء، لكن في كل مرة اللغط إلا على سليماني لأني خرج من البطولة الجزائرية. أنا في عمري 35 سنة ذهبت إلى بطولة قوية وهي البرازيل. تصريحاتي الرجاء استغلالها جيدا لأن كل فيسبوك يتكلم على خلافتي لتسديد ضربات الجزاء. وفي هذه المباراة سجل حسام عوار هدفين وعين من خلالهما رجلا وأحسن لاعب في هذه المباراة. الآن فلنسمع لما قالته صحيفة فرنسية عن حسام عوار المنتخب الجزائري. كيل دي بي لالجيري لومبورت 5-1 فاس او كافير افيك ان دوبلي دو حساب عوار اون دي مينيت بور سون بريمي ماتش افيك ليفينك. اذا المنتخب الوطني الجزائري يكتسح راس اخضر بخماسيه وحسام عوار يسجل ثنائيه. وهذه الصور لاول حصه تدريبيه لياسر العروسي مع المنتخب الوطني الجزائري فوق ارضيه ملعب حمراوي بقسنطينه قبل التنقل الى الامارات لمواجهه منتخب مصر وديا يوم 16 اكتوبر. لا تنسوا توقعاتكم لمباراه مصر والجزائر وشكرا.